هنا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: تتزوج المرأة بأربع، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها. فاصبر لذات الدين كلمة يدا، تزوج صاحبة الدين حتى تكون أمينة على أولادك، حتى تكون راعية لهم، لأنها هي الباقية معهم أكثر منك أيها الوالد إخوة الإيمان والإسلام. ولذا لزام على المرأة أيضا أن تتخير زوجا صالحا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من قد قوم دينه وخلقه فأنت